أمل؟ أي أمل، اتفضلي أنت معانا على الهوا. ازيك يا دكتورة مليكة؟ ازيك؟ دكتور مليكة معاك. الله يسلم عمرك يا أمل، أهلا بيكي. أهلا وسهلا. لو سمحتي، أنا عندي حلم. أخويا عنده 18 سنة، عمل حادثة من 5 شهور وتوفى. رحمة الله عليك. بنت أختي حلمت، هي عندها 9 سنين، حلمت بيه إن قعد في الأوضة بتاعته اللي كان بينام فيها، وقعد على حرف السرير كده، على طرف السرير، وقعد مدلدل رجليه، وقعد جنبه 2 صحابه لابسين نفس اللبس، يعني بتاعه لابسين سويتر، لا لابسين سواترات سودة وبنطلون اسود، هما الاثنين صحابه الاثنين، واحمد اخويا اللي قاعد في النص ولابس تيشيرت اخضر في اسود وبنطلون اسود، هو ده اصلا اللبس اللي عمل اللي حتى دي وتوفى بيه. وبعدين كان جنبه كومودينو جنب السرير. كومودينو كان عليه 5 كوبايات زبادي، بس ما كانش فيهم زبادي، هم 5 علب كبيرة فيهم شوكولاتة. تمام. فبعدين جنى عطت، جنى اللي هي بنت اختي، عطت لكل واحد فيهم، عطت لصاحبه الاولاني عطت له كوبايه ملانه كامله، وصاحبه الثاني كوبايه كامله. تمام. فحد نادى عليها فبتبص وراها، وجت تبص لخالها تاني، خالها احمد، لقت هو في ايده كوبايه بس نصها بس. والكوبايه نصها دي اصلا بتاعت جنى، المفروض دي بتاعت جنى، وبيبص على الكوبايه وزعلان وعايز كوبايه كامله. فبعدين قامت جنى بتقول له خلاص يا خالو احمد، اشرب انت النص كوبايه وانا هجيب لك كمان واحده كامله. فشرب الثاني. هي جنى عندها كام سنه؟ 9 سنين. طب استعوذي من الرؤيه دي. انت قايله ان هو ميت عنده 18 سنه. ونص كوبايه. انا مش بفسر، بس يعني ايه الرموز كده ظهرت لي حاجه معينه. فطبعا هي طفله، واجب على مامتها بقى انها تخرج صدقه، وان شاء الله ربنا يكفيكوا شر ما فيها يا رب. بصي، هي وضحت لي الرؤيه قوي. انا انت لسه ما كملتيش، وعايزه تكملي كملي. بس هو في الاخر قال لها شرب الكوبايه ونص وبقى مبسوط، وقال لها يا جنى قولي لامي واخواتي ان انا في الجنه ما يزعلوش. تمام. هو طبيعي، هو في مكانه كويسه الحمد لله، علشان حتى هو لابس لون اخضر، فهو مكانته كويسه. لكن انا ما حبيتش. بصي، نص الكوبايه. هو عمره 18. نص عمره قد ايه؟ 9. ايوه خلاص. تمام. مامتها تخرج صدقه ان شاء الله. ماشي. وتاخد بالها من البنت قوي، تاخد بالها من بنتها قوي. ماشي. تمام. ما تامنش ليها مع حد خلاص، حتى لو اصحابها اللي هم الصغيرين. ماشي حبيبتي. خلاص ماشي. ربنا يحميها. حاجه تانية يا امل؟ حلم تاني بس معلش. طيب بسرعه اتفضلي. بابا بقى حلم امبارح. حلم ان احمد اخويا جاي وفي ايديه ثلاث اكياس فيهم صابون اللي هو بتاع غسيل المواعين، بس كويس. ثلاثة كيلو. فبعدين بابا بيديله فلوس على حق اللي هو الصابون ده، اداله 3 5. فبعدين احمد قال انا هروح ارجع الصابون. اجى يبص في الكيس، لقى ان الصابون اتحول لكيسين لبن، بقوا 2 كيلو لبن. فاحمد كان رايح ان هو يرجعهم، بس رجع تاني. يعني كان ناوي ان هو يرجعهم، بس بابا بيقول ما رجعهمش في الحلم. تمام. فالمهم قال لبابا، يا بابا انا رجلي بتوجعني. قال له طب تعالى يا احمد عشان اكشف عند الدكتور، يعني نكشف عشان رجلك. فراح يكشف عند الدكتور، لقى الدكتور هو اصلا الراجل اللي عمل فيه الحادثه اللي دخل فيه. فبعدين قال له اكشف على احمد، اكشف على ابني. قال له لا مش هكشف لحد ما تتنازل انت على القضيه. قال له لا انت هتكشف غصب عنك ومش هتنازل. اما كشف على احمد اخويا. انا لسه كنت هسالك على الحادثه حصلت ازاي. كملي. كشف على احمد اخويا. تمام. وبعدين بابا بيبص للراجل ده اللي هو الدكتور ده اللي هو عمل فيه الحادثه، لقاه في ايده الجزمه بتاعت احمد اخويا، ان هو قاطع الوش بتاعها والنعل بس اللي موجود. تمام. قاطع الوش بتاعها. تمام. فبعدين خرج بقى من عند الدكتور، فقام بابا بيقول لاحمد، ايه يا احمد اخبار رجلك؟ قال له يا بابا خلاص راقت. تمام. قام بابا بيقول له لا ده
في حته مسلوخه هي لسه بتوجعك؟ قال له لا، قعد احمد اخويا قعد يضغط عليها ويقول له لا يا بابا خلاص هي بتوجعني، هي ما قعدتش بتوجعني خلاص راقت. تمام. فقال له يا بابا انا نفسي في حاجه ساقعه اشرب حاجه ساقعه كاكولا او حاجه. فقال له خلاص يا احمد هجيب لك فلوس بس تشرب الصفرة او السودا، ما تشربش البيضه. كان هيديله فلوس بقى بس صحه على كده. طب قولي لي اخوكي الحادث حصل ازاي، لان انا شايفه ان الدكتور اتظلم في الموضوع برضو. هو كان جاي على في طريقه عادي، ماشي في طريقه عادي. ده كان جاي في المخالف. مين اللي هو عمل الشخص اللي عمل فيه الحادثه؟ دخل في المخالف وما انتظرش اخويا يعدي. كان اخويا ماشي اصلا في الطريق الطبيعي بس التاني اللي جاي في المخالف، فاخويا دخل، هو كان تروسيكل، اما اخويا دخل في عجله التروسيكل عشان التاني هو اللي جاي، يعني جاي قدامه، هو اخويا ما عرفش يتحكم في نفسه عشان هو جاي على طريقه. اخوكي كان مع مين؟ كان واحد صاحبه وراه. صاحبه ده حالته ايه دلوقتي، كويس؟ لا كانت تقريبا حاجة فريبولو يعني، بس هو دلوقتي حلو يعني الحمد لله. تمام. بصي هقولك على حاجة، أخوكي برضو رحمة الله عليه هو أخطأ هو كمان. أولا لما يكون النعل موجود الوش هو اللي تشال، إحنا يعني في الطبيعي مين اللي بيبوظ الشوز من الوش كده؟ أخطأنا إحنا. تمام. اخطانا احنا يعني انا ممكن امشي اعمل حركه الوي رجلي الوش ده ينقطع، فكان في خطا من اخوكي. ماشي التاني مش مخالف وكل حاجه، بس الخطا كان جاي من اخوكي. ولو رجعتي لصاحبه وقلتي له دي امانه وقول الوضع كان جاي عامل ازاي، انا متاكده ان هيقولك ان الغلط كان من عندهم. فيا ريت بقى يعني هي الرؤيه دي جايه عشان نعفو عنه اخوكي بيبرقوا. يعني بصي انا تغاضيت عن الكلمه اللي هو قالها في المنام، لكن انا شفت برضو الجزء بتاع النعل والوش. لا يبقى هو كده الخطا كان من ناحيه اخوكي، والتاني ماشي التاني كان فيه سبب، بس اخوكي الغلط في السبب. مش عارفه انا لسه شايفه حادثه كده، اتنين ماشيين بعجله وواحده ست واقفه وجرار، يا دوبك الست جت كده الولد اتنطر تحت الجرار، السواق هو اللي اتحكم فيها. فدي طبعا كانت خطأ. هنقول خطأ من مين، من الست ولا من الولد؟ في حاجة كانت جاية قدرية، فأنا شايفة أن الرؤية بتاعته هو الشخص ماشي أوكي، هو مشي مخالف. أخوكي ممكن يكون مثلا ما أخدش باله في التوقيت دوت، لأن إحنا دلوقتي أصلا موضوع المخالفات بقت بزيادة جدا، فهو ياخد باله. صاحبه هو اللي في إيده المفتاح بتاع السر بتاع الجزئية دي، يقول له يعني الرؤية جاي لنا كذا كذا كذا، وشوفوا الدنيا شكلها إيه. وانا متاكده ان هيطلع في الوقت ده ان اخوكي هو اللي جاء اخطا فيها رحمه الله عليه. ربنا يا رب يرحمه ويتولى برحمته. موضوع الصابون وان هو ياخد فلوس، طبعا الحاجات دي كلها انا ما بحبش ان الميت ياخد حاجه. هو كان داخل بصابون، فمعنى كده ان كانت في امور هتتيسر ليكم، بس لا قدر الله ممكن تتعثر قوي لو الموضوع اللي انتم ماشيين فيه تمديتوا فيه اكتر. فيا رب يتولى برحمته، يا ريت بس ترجعوا كده لصاحبه ونشوف الدنيا ماشيه ازاي، لان انا شايفه لو مشيتوا في الموضوع ده الدنيا يعني مش هتظبط معاكم بعد كده لا قدر الله. طيب والله اعلى واعلم.